نفسي. أنا اسمي شيماء عمر الفاروق، سني 36 سنة، بشتغل صيدلانية، عايشة في مومباي في الهند، مش عايشة في مصر طبعا، ده نظرا لظروف شغلي. أنا عندي شركة ومستقرة هناك، بنزل مصر على فترات. أنا كنت زمان وزني مثالي جدا، وكنت سباحة لنادي اتحاد الشرطة الرياضي، ما كانش عندي أي مشكلة خالص في السمنة تماما. بس بعد الجواز والحمل والولادة وكده، ابتديت ان انا وزني يزيد، وابتدى يزيد زيادة مضطردة طبعا، وطبعا بطلت رياضة. فاكيد اكتر حد بيتأثر بالنقطة دي او بيدخل لما يكون حد رياضي بيلعب رياضة كويس وفي الاخر بيسيب الموضوع ده suddenly، وفي الاخر بيتخن جدا. بلس كمان ان انا كان حصل عندي ظروف صحية معينة، اضطريت ان انا اخد معاها شوية علاج بالكورتيزون، فده مع ده زود وزني حوالي 60 كيلو عن الوزن اللي انا كنت فيه، لحد ما حصل لي موقف انا ما توقعتش ابدا ان ده ممكن يحصل لي بالاحراج ده. اتفاجئت بمجموعه شباب من الهنود عايزين يصوروا معايا، وده طبيعي لان ده بيحصل لي في مومباي او بيحصل لي في اي حته، ان هم بيشوفوا حد بشرته مختلفه او شكل جنسيته مختلف عنهم بيحبوا يتصوروا معاهم، هم شعب فريندلي يعني. وبعد ما اخذنا الصوره، والصوره فعلا بالفعل معايا، اتفاجئت لقيت واحد فيهم بيقول لي احنا بنتصور معاكي عشان احنا ما شفناش حد وزنه قبل كده كده، هو انت وزنك كام؟ وقررت ان انا مش هبقى كده ابدا، وان انا قررت ان انا عمري ما هاخد صوره تاني، لا سيلفي ولا صوره كامله، غير لما اغير من شكلي. عشت حوالي اسبوعين مكتئبه جدا جدا جدا، وكارهه شكلي جدا جدا، وكل ما ابص للصوره بقول لا لازم اتغير، لازم اعمل حاجه، لازم ارجع زي زمان، مش هينفع ابقى بالمنظر ده. وزي اي حد عنده عقده الخواجه، انا في بلد جراحات السمنه، ايه اللي يوديني مصر اعملها؟ بس انا طبعا في مشكله ثانيه، انا مش زي اي مريض سمن عادي، انا مريضه اي اف. ومريض الاي اف ده عباره عن عدم انتظام في ضربات القلب اللي خارجه من الاوزين، تمام؟ وكمان عندي اضطرابات في ضربات القلب البطينيه، وطبعا ده مرض خطير في كهربه القلب، وانا اي اف ومفيش حد راضي يعملها لي بنج موضعي، او التقنيه دي مش موجوده، فانا يموت يخس. اكتئبت اكتر وزعلت اكتر، اتفاجئت بحالات كتير عملتها بنج موضعي زي حاله الاستاذه ليندا دي، طبعا كانت مريضه قلب، كلكم اكيد عارفينها، كان عندها مشكله في عضله القلب وفشل في عضله القلب. لقيت الدكتور محمد ضياء شخصيا بيكلمني وقال لي انزلي من مومباي واعمليها في بلدك وهتعمليها بالبنج الموضعي، ومفيش اي ريسك عليكي خالص. قلت له طب همضي اقرارات او حاجه ان انا عامله العمليه دي على مسؤوليتي الشخصيه؟ قال لي ولا في اي حاجه خالص، انزلي وتعالي وهتعمليها. انا كنت عامله العمليه يوم 15 اكتوبر، تقريبا شهرين اهو، وانا كده خسيت 43 كيلو. حياتي اتغيرت دلوقتي، كل يوم بتصور صور كامله ومحدش يقدر يتريق عليا، الناس بقت فعلا في الهند بتصور معايا بس عشان انا شكلي بقى حلو، مش عشان انا وزني ملفت ليهم. لسه اخر صور متصوراها امبارح، كل ما ابص للصور ببقى مبسوطه بنفسي قوي، ببقى مبسوطه اكتر بدكتور محمد. هو حقيقي مش طبيب يعني، انا ما شفتش طبيب بالاخلاق دي، حد فعلا هو حريص ان هو يشوفك حلو شكلك كويس. انا بشكر الدكتور محمد ضياء سرحان ان هو خرجني من حاله الاكتئاب اللي انا فيها، واثبت لي فعلا ان الدكتور المصري هو ممكن يكون فعلا او بالفعل هو احسن من اي دكتور اجنبي.